البرواز كما توقعت خلف هذاك اختصاص ضربات ثابتة. مدرب ثاني على مستوى رقعة الملعب. نشاهدوا هذه المحاولة، فرصة، رشيد برواز، هدف، جول برواز كما قلت الاختصاص، برواز الاختصاص، كرة في الشباك على طريقة اللاعبين الكبار. هادي يقول لمن؟ للمهدي النملي، أنا حاضر. إذا كان المهدي النملي سجل بنفس الطريقة وبنفس الروعة، برواز الاختصاص يضع الكرة في الشباك. أوي 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 أوي، الوداد في موقف صعب اليوم، والجماهير القنيطرية، الجماهير القنيطرية في فرحة هستيرية. قبل خمس دقائق من التوجه للمستودع الملابس، برواز يمنح الهدف الأول لعناصر فريق النادي القنيطري. متعة خالصة، أعطيني عدد الهدف.